بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا شباب مع مسألة على اللينير مومنتوم وعلى الأنجلر مومنتوم مع بعض. المسألة هذه تقول water flows through the T fitting at a rate of 0.02 meter cube per second. تدخل من هنا بسرعة VC. The pipe at point C and point B is continuous upstream and downstream. أنا طبعا حطيت العبارة هذه زيادة من عندي لأنه رسمة المؤلف اللي أنا جبتها من عنده قد توحي للبعض أن الموية مفتوحة هنا، مع أنه استحالة يعني الموية تدخل كذا فجأة. وأيضا هنا عند الإكزيت لربما توحي لبعض الطلاب أنه إيش، أنه مفتوح للأتموسفير. لا، هو continuous والضغط هنا ب 75 كيلو باسكال، يعني البايب مواصل هنا اللي في اتجاه بي downstream، وأيضا البايب اللي هنا مواصل في الاتجاه اللي upstream. قال لك determine all the reactions at point A needed to hold the fitting in equilibrium. أوجد جميع الرياكشنز هنا التي تجعل التي سكشن هذا أو هذا البايب المثبت بالعمود هذا ثابت في مكانه. طيب احنا كبداية كالمعتاد نختار الكنترول فوليوم بحيث انه انكلوزنج الفيتنج اهو، هذا هو الكنترول فوليوم، وعند كل مكان اقص فيه هنا وهنا وهنا لازم اعوض بالرياكشنز. هنا عند المدخل عندي فورس مقدارها ايش، البريشر الموجود هنا اللي انا ما اعرفه الى الان في الكروس سكشنال اريا سكشن سي، وعند المخرج هنا بي عندي فورس ايضا مقدارها البريشر ات بوينت بي مضروبا في الكروس سكشنال اريا ات بوينت بي. وبما اني قصيت هنا فانا اتوقع ان عندي ثلاث رياكشنز ان جنرال، رياكشن في الاكس دايركشن خليني اسميه اي اكس، ورياكشن في الواي دايركشن خليني اسميه اي واي، واتوقع بالراحه يكون عندي مومنت بسبب ان في هنا مسافه ديستنس اوكي، فالفورس هنا حتسوي لي مومنت، وايضا الاكزت هنا بينه وبين العمود هذا برضو مسافه، فاتوقع انه يكون فيه مومنت، فخليني احطه بهذا الدايركشن. وكما اصطلحنا دائما انه كاونتر كلوك وايز هو الاتجاه الموجب. واضحه لكم الان انه عشان اجيب الاي اكس والاي واي والمومنت اني بحاجه لتطبيق الكونزرفيشن اوف مومنتوم في الاكس دايركشن وفي الواي دايركشن، وايضا اطبق الانجلر مومنتوم، وبالتالي انا بحاجه للسرعه في سي هنا لازم اجيبها، واجيب الفي بي، وايضا بحاجه الى البريشر ات بوينت سي لانه ما هو معطى، اللي معطى فقط هو البريشر ات بوينت بي. فقبل ما ابدا في المومنتوم خلينا نخلص بسرعه ونستخدم الكونتينيوتي ايكويجن عشان نجيب الفيلوسيتي ات بوينت سي وات بوينت بي. فنقول بالله التوفيق الفلو ريت ات بوينت سي يساوي في سي في الاي سي، الفلو ريت اعطاني اياها ب 0.02 متر كيوب بير سكند، الفي سي ما اعرفها، بينما الكروس سكشنال اريا هنا عند البوينت سي هي باي في نصف القطر اللي هو 0.05 سكويرد، بعد ما قسمت ال 100 مليمتر هنا قسمتها على 2 فصار عندي 50 ملي، تقسمها على 1000 يطلع لك 0.05. سوي حسبتك تطلع لك الفيلوسيتي هنا عند السي ب 2.546 متر بير سكند. الخطوه اللي بعدها نحتاج الفيلوسيتي ات ذا اكزيت، اهو نطبق نفس القانون، الفلو ريت ما زالت ب 0.02 لكن الكروس سكشن الاريا بتكون اقل شويه لانه الديامتر هنا ب 60 ملي، تقسمه على 2 يعطيك 30 ملي، تقسمه على 1000 يعطيك 0.03، ربعه واضربه في باي وعوض تطلع لك الفيلوسيتي ات بوينت بي ب 7.074 متر بير سكند. جميل جدا. بقي لي كيف اجيب البريشر هنا؟ اتوقع كلكم بتقولون عادي طبق البرنولي ايكويجن ما بين بوينت سي وبوينت بي، اهو ابلاي ات بين بوينت سي اند بوينت بي، وهذه هي الفورمولا وهذه هي البرنولي ايكويجن. ايش رايكم كاسامبشن يا شباب؟ اعتبر ان المسافه زي سي وزي بي ما بين السنتر لاين هنا وما بين المكان اللي هنا از فيري سمول، وبالتالي اي ويل نيجلكت الجرافيتي افكت، فما بذكر بكنسل الزي سي مع الزي بي، واعوض الان بي سي على الجاما اللي هي 9810، والفيلوسيتي ات بوينت سي انا اوريدي حسبتها ب 2.546 اول سكويرد على 2 جي، البريشر ات بوينت بي اعطاني اياه الراجل زي ما انتم شايفين ب 75 كيلو باسكال، مقسمها على 9810
والفلوسيتي at point B ب7.074 الكل سكويرد على 2G. نظف وسوي حسبتك يطلع لك البريشر at point C بكم؟ ب96.775 كيلو باسكال أو في 10^3 باسكال. جميل جدا. الآن بحاجة كمان قبل ما أبدأ في المومنتم أني أحسب القوة، ما دام أني جبت الفورسز أبى أحسب القوة هنا عن طريق ضرب البريشر at point C في إيش؟ في الأريا. هذا هو، هذا هو البريشر at point C وهذه الأريا by 0.05 squared. تطلع لي الفورس حقة الضغط هنا ب 760.07 نيوتن، وهذه هي مسجلة أمامنا. وأكرر نفس الحركة at the exit، فأقول أنه PB في الـ AB حيساوي 75 كيلو باسكال، بس أحول الكيلو هنا إلى 10^3، والكروس سكشنال أريا بباي 0.03 الكل سكويرد. سوي حسبتك تطلع لك 212.06 نيوتن وسجلها هنا. خلاص إحنا ما شاء الله مستعدين الآن. خلونا يا شباب نبدأ الآن نستخدم الـ X Momentum Equation في الـ X Direction، وهذه الصيغة حقتها مجموع القوة في الـ X Direction حيساوي مجموع المومنتس الخاصة بالفلو عند الـ Inlet وعند الـ Exit. طيب نبدأ نفكها حبة حبة. بالنسبة للقوة هنا كم عندي قوة؟ والله عندي 1 force هنا في الـ X Direction، وعندي الـ AX هنا، وهنا عند الاكزت ما يوجد اي فورس في الاكس دايركشن لانه كل الفورس فين؟ في الواي دايركشن. اهو بسم الله الرحمن الرحيم، بي سي اي سي اهي، وبالموجب لانها في البوزيتيف اكس دايركشن، ونفس الشيء بالنسبه للاي اكس. خلصت الحمد لله من الليفت هاند سايد. بالنسبه للرايت هاند سايد كم مدخل وكم مخرج عندي؟ ما عندي الا مدخل واحد ومخرج واحد. ممتاز جدا. اذا الان ابحث عن الاكس كومبوننت في ذا فيلوسيتي هنا. والله كل الفيلوسيتي في سي هي الاكس كومبوننت. جميل جدا اهو. والرو في اي لو اجريت الدوت برودكت هنا، فالاريا فيكتور از بوينتينج اوتورد وايل ذا فيلوسيتي فيكتور از بوينتينج تو ذا رايت سايد، وبالتالي الزاويه بينهم 180، فالدوت برودكت يعطيني بماينس 1، وهذا هو الماينس رو في اي عند القطاع هذا سي، والفيلوسيتي ات بوينت سي ان ذا اكس دايركشن اهو نصيت عليها بانها بلس. طيب عند المخرج ذيس از ان اكزيت، لكن الهوريزونتال كومبوننت ات ذا اكزيت هنا بزيرو زي ما انت شايف. في بي هنا از ان ذا واي دايركشن، وبالتالي ححط زيرو بس عشان انت تفهمها، ولكن بامكانك في الامتحان ما تكتبها. والاكزيت او الماسف لوريت حتكون موجبه بسبب ان الدايركشن اوف ذا area vector is outside في نفس اتجاه السرعة. الآن مجرد تعويض، BCAC ب 760 أهي، والAX هنا، والVC أجيبها من هنا 2.54. بالنسبة للVA هي الفلوريت هنا 0.02 والدنسيتي ب 1000. سوي حسبتك تطلع لك الAX بناقص 811 نيوتن. يعني فرضيتنا على إنها اليمين غلط، فنقول إيش؟ نقول زايد 811 نيوتن، ولكن إيش؟ إلى اليسار. طيب طيب الآن الخطوة اللي بعدها نطبق الواي مومنتوم، أوكي، اللي يقول مجموع القوة على الكنترول فوليوم في الواي دايركشن يساوي مجموع اللينير مومنتس at the inlet and the exit in the y direction. بسم الله الرحمن الرحيم، امشي الآن نشوف ما هي القوة التي تؤثر على الكنترول فوليوم في الواي دايركشن. عندي هنا البي بي اي بي وعندي الاي واي معايا، مع ملاحظة ان البي بي ات الاي بي تؤثر فين؟ داونورد، يعني بالنيجاتيف اهي، ماينس بي بي في الاي بي، وانا اوريدي حسبته هنا ب 212، وهذا الرياكشن ات البوينت اي. امشي الآن نفك الرايت هاند سايد. عند المدخل الـ vertical component of the velocity is zero لأن كل السرعة في الاتجاه السيني، فعلى طول أهو أحط الصفر، وهذا الماس فلو ريت بالماينس، بس كل التيرم حي يعني حيتكنسل. بينما هنا كل الـ velocity is in the y direction، فتصير VB في الماس فلو ريت. VB زي ما أنتم شايفين 7.074. ابدأ بالتعويض مع ملاحظة أنه إيش؟ إن هذه بـ 212 أهي، ناقص 212 زائد الرياكشن at the y direction حيساوي الفلوسيتي in the b direction اللي هو 7.074 في الماس فلو ريت اللي هي ب 20 حاصل ضرب الألف في 0.02. سوي حسبتك تطلع لك الرياكشن at the y direction 353.53 نيوتن. جميل جدا. الآن يا شباب نهدي اللعب على مهلنا، لأن حندخل على الانجلر مومنتوم.
أكتب أنا وياكم الصيغة العامة للأنجلر مومنتم إكويجن اللي تقول مجموع المومنتس المؤثرة على الكنترول فوليوم بسبب القوة الخارجية أو العزوم الخارجية، حتنكتب على اليسار، حتساوي مجموع المومنتس التي تحدثها الماس فلوريت الداخلة والخارجة، مع ملاحظة أن البوزيتيف دايركشن للمومنتس حيكون إيش؟ الكاونتر كلوك وايز، يعني بهذا الاتجاه. طيب ناخذ الليفت هاند سايد هنا يا شباب لوحده، وبعدين ناخذ الرايت هاند سايد لوحده. اهو هذا هو الليفت هاند سايد، سميشن اوف اول مومنتس ديو تو فورسز اور اكسترنال مومنت، حيساوي عندي العزم هذا المومنت اللي هو ام، وعندي المومنت التي تحدثه القوه اف بي هنا نتيجه للبريشر فورس، وعندي المومنت التي تحدثه ايضا الفورس اللي عند المدخل. طيب تلاحظون ان هنا في ار وهنا في ار، المومنت معروف ححوضه بام، لكن هنا ابغى اكتبه انا وياكم صحيح. خلوني ابدا بالفورس اف، اهي هذه هي بي بي اي بي، تؤشر في الداونورد. والان كونوا دقيقين معي، الار هذا لما نكتبه فماذا نقصد به؟ نقصد به المسافة من البوينت about which you are taking the moments to the center of the area at which الفلو is going out or in. هذا هو السنتر، ممتاز؟ طيب هو ما أعطاك المسافة هذه كلها، أعطاك فقط المسافة هذه اللي هو 150 أو 0.15، ممتاز جدا. هذه المسافة الآن أبنقولها لك هنا، شفت نقلتها لك، سويت لها translation بحيث صاروا tail to tail. R cross F معناته ايش؟ الماجنيتيود اوف ار بي في الماجنيتيود اوف ذس فورس تايمز ساين الزاويه اللي بينهم. ساين الزاويه هنا هو ساين الزاويه المتممه او السبلمنتري انجل، يعني اهو شفت هذا هو. ففي الامتحان انتبه، ممكن يكون ميسر عليك يعطيك الكومبوننت العموديه على القوه، يعني ما تحتاج تضرب في ساين الزاويه، لكن يفرض انه اعطاك في الامتحان المسافه هذه اوكي واعطاك واحده من الزوايا بحيث تقدر تعرف الزاويه هذه، فانتبه لازم تضرب في الساين مو تخبصها في الامتحان. طيب نروح ايضا للقوه اللي هنا، لكن قبل ما اروح الدايركشن يا شباب، لما when I cross R into F لاحظ الدايركشن، انا رايح في هذا الاتجاه، يعني ايش؟ يعني كلوك وايز، يعني نيجاتيف عكس هذا، ممتاز جدا. هذا بحط لي مين الساين هنا، ابغى اشوفه فرقه الامتحان. نروح الان للمومنتس التي تحدثها الفورس هذه اف سي، اهو هذه الفورس اف سي اوكي هنا بهذا الاتجاه رايح على اليمين. والان وات از ذا ار؟ والله لا راح تكون المسافه من النقطه اللي اباوت ويتش وي ار تيكن ذا مومنتس تو المنتصف حق الاريا اي سي، جميل جدا. هيا انا الان بنقولها لك الان، شفت تيل تو تيل. طيب R cross this force يعني الماجنيتيود اوف RC into the force في FC في ساين الزاوية اللي بينهم أو ساين السبلمنتري أنجل، يعني أحصل على المسافة هذه اللي هي موجودة عندنا ب 200 ملي أو 0.2. طيب when I cross it in this direction، لاحظ أنا أروح من الـ R إلى الـ F، معناته إيش؟ قاعد أدور كلوك وايز، أوكي؟ فا اتس اولسو نيجاتيف، هذا مهم جدا. اذا اتوقع بيصير عندي ماينس ساين هنا وماينس ساين هنا، اهو زي ما انت شايف هنا ماينس ساين وهنا ماينس ساين، ار بي ب 0.15 بعد ما ضربناه في ساين الزاويه، وار سي اصبح ب 0.2 بعد ما ضربناه في ساين الزاويه، القوه اف بي بكم جبناها الاف بي يا شباب؟ اهي 212، والاف سي ب 760، نظف يطلع لك الليفت هاند سايد هذا هو. طيب نروح الان للرايت هاند سايد اللي هنا، وبرضه لازم نكون حذرين يا شباب. بسم الله، الرايت هاند سايد خلوني افكه. لاحظوا اول شيء باجري الدوت برودكت رو في دوت اي اللي هو الماس فلوريت، حيكون سالب عند المدخل وموجب عند المخرج، وكررت ليش؟ فاهو السالب حطينا هنا وخلينا المدخل لوحده هنا اللي هو بوينت سي، تمام؟ بينما المخرج اهو الماس فلوريت موجبه، فالقوس هذا كله بموجب. طيب طبعا بامكاننا ناخذ الماس فلوريت عامل مشترك بس بعدين ان شاء الله. الان جاء دور ناخذ الكروس برودكت اوف ذا ار انتو في بي عند المخرج هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. This is the velocity at exit B. It's pointing upward. والان what is the R؟ الار اللي هو نفسه ار بي هنا، ها معايا؟ هذا هو قدامك يولع ويطفي. ناو
R كروس V حيساوي الماجنتيود في R B في الماجنتيود في V B في ساين الزاوية بينهم. يعني R B في ساين الزاوية يطلع لك المقدار هذا. خلاص اللهم لك الحمد. وتلاحظ R كروس V B الآن وين يروح؟ ها كاونتر كلوكواز يعني موجب. أهو تكتب لي في الامتحان زي كذا. نجي عند المدخل C، هذه السرعة V C ممتاز. والفكتور هنا حق الار اهو، وبالتالي ار كروس في سي حيعطيني ايش؟ ار في ساين الزاويه اللي هنا يعني بوينت 2 جاهز ما قصر هو. وانت الان تروح من الار هنا على اليمين يعني كلوك وايز يعني نيجاتيف. اذا التحد هذا تريكي، وهذا احد الطلاب وقع فيها، هو الكروس برودكت از نيجاتيف وفي ماينس ساين نتيجة للدوت برودكت هنا لأنه مدخل الماسف لوريت تكون نيجاتيف. فانتبهوا يا شباب، أهو لاحظ الماسف لوريت طلعتها برا as a common factor و RB into VB هي موجبة، بينما هنا صار عندي نيجاتيف ساين due to the cross product. الآن بسم الله عوض بكل سلاسة، RB ب 0.15، عفوا هنا عندي غلط يا شباب خلوني أصححه لو سمحتوا، أهو صححته الحمد لله. This is RB 0.15 وهذه السرعة VB جبناها من هنا 7.07، ماينس في ماينس ببلاس، انتبهوا هذه الأماكن اللي تغلطون فيها الشباب. RC اللي هو هذا اللي هو 0.2 في السرعة VC 2.54، هذه هي الـ VC والماس فلوريت ب 20، يطلع لك الرايت هاند سايد كله هذا ب 31.4، عوض اليمين ب 31.406 وهنا بالمقدار اللي انت شايفه، ويطلع لك المومنت بموجب 215.23. بما انه موجب معناته ايش؟ انه عكس عقارب الساعة بوزيتيف، معناته اختيارنا صحيح. كذا نكون خلصنا المسألة هذه اللي اتوقع بتاخذ 40 دقيقة اذا جاتك في الامتحان الميجر الثاني او في الفاينل. اتمنى يا شباب اني وفقت في شرح هذه المادة، والتوفيق اولا واخيرا بيد الله سبحانه وتعالى، والشكر لله. لا تنسونا من دعوة صالحة بظاهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.